السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلاب والطالبات. عنوان الدرس: أنظمة تشغيل الأجهزة الذكية من وحدة أشغل حاسوبي. من خلال هذا الدرس سوف نتعرف على برنامج ويندري، وهو برنامج يحاكي نظام التشغيل الأندرويد من إصدار شركة جوجل، وهو خاص بالأجهزة الذكية. كما سنتعرف على تطبيق الأحرف الأبجدية الإنجليزية، وهي أحد الألعاب التي تعلم الأطفال اللغة الإنجليزية. يجب تثبيت برنامج ويندري قبل القيام بالتدريب ليحاكي لك نظام الأندرويد. وفي حالة عدم تمكنك من تثبيت برنامج الويندري، بإمكانك استخدام نظام التشغيل أندرويد. الخطوة الأولى: أقوم بالنقر على أيقونة التطبيق لفتحه. الخطوة الثانية: أختار اللغة الإنجليزية لتكون واجهة اللعبة باللغة الإنجليزية. الآن قم باختيار طريقة اللعب التي تريدها. سأختار الحروف الأبجدية خطوة خطوة A B C step by step. من شروط اللعبة أنه يجب عليك إنهاء الحرف حتى تستطيع الانتقال للحرف الذي يلي، بمعنى أنه لا يمكنك الانتقال إلى الحرف B حتى تنهي جميع متطلبات الحرف A. المرحلة الأولى: ستطلب منك اللعبة رسم الحرف A، إما باستخدام الإصبع أو باستخدام القلم الخاص بالأجهزة الذكية. ستبدأ بجمع الحلوى في كل مرة تجيب بشكل صحيح، وتنتقل للمرحلة التي تليها. المرحلة الثانية: تقوم برسم الحرف A بالsmall letters، وستبدأ بجمع الحلوى في كل مرة تجيب بشكل صحيح حتى تنتقل للمرحلة الأخيرة. الآن ستعرض لك اللعبة مجموعة صور، وتطلب منك اختيار صورة تبدأ بحرف الـ A. أمامي مجموعة من الصور، الصورة التي تبدأ بحرف A هي هذه الصورة Ant. مجموعة الصور الثانية سوف أختار هذه لأنها تبدأ بحرف الـ A around. بذلك أنهيت جميع متطلبات الحرف A، وبإمكاني الحصول على المفتاح الذي يخولني للعب للحرف B، وهكذا حتى نصل إلى الحرف Z. إذن من خلال ما سبق تعرفنا على أنظمة تشغيل أجهزة الذكية الأندرويد والبرنامج الويندري المحاكي له، واستعرضنا تطبيق الأحرف الأبجدية الإنجليزية.